السلام عليكم، معكم بائع الدجاج بسوق شعبي حي الترنكات بمدينة تطوان. اليوم والله من هذا منكر، الدجاج وصل 30 درهم ثمن، عمره ما بيع بهذا الثمن. هذا التاريخ ديالنا، لا 20 سنة في هذه الحرفة هذه، أو لا أكثر من 20 سنة، عمرنا بعنا الدجاج ب 30 درهم. في تاريخ الدجاج في المغرب عمره ما وصل الثمن هذا 30 درهم. اللي كيجي كيتفاجأ كيقول لك شحال الدجاج 30 درهم، أكثرية الناس ما كياخذوهاش. بزاف ديال الناس كيعانيوا، لأن مثلا الفروحة اللي عنده أفراح وعنده اليوم في الصباح كان الناس عندهم واحد الفرح، تفاجؤوا بهذا الثمن هذا. هذا الشيء هذا كاين عنده أسباب كبيرة كثيرة، يمكن المربين، يمكن صحابي اللي في الميدان عندهم الاسباب ديالهم علاش الدجاج طلع الثمن هذا. ولكن المواطن العادي ما كيعرفش هذا الشيء، ما كيعرفش الاسباب. هذا كيجي يسقسي على الثمن، ملي كيجبر الثمن عالي 30 درهم كيقول ما ناخذوش، ياخذ مسائل اخرى، مثلا الاسماك ولا الخضروات ولا شي حاجه، ما ياخذوش الدجاج. ان الدجاج الثمن ديالو زاد بزاف 30 درهم. مثلا فروج صغير على قد الحال كيوصل 50 درهم، ما بالك الفروج مثلا الكبير اللي كيوصل 2 كيلو شي حاجه، ما يقدرش المواطن يستطاع انه ياخذه. الاثمنه هذه الله، دابا حنا في عز الصيف وكنعرفوا بان كاينه تبارك الله المدينه عامره بالسياح الاجانب، ولا السياح اللي يدخلوا عندنا جميع المدن المغرب كيجيو كيجي بغاو يتقضوا. وتينا السي احمد، تينا شفتي تلاقيتي واحد المواطن هنايا حتى هو كيتشكى كيقول هذا الشيء هذا راه بزاف، الغلا بزاف. احنا كان يمكن اننا احنا نوقفوا، ما بقاش نبيعوا ونشريوا في الدجاج في الايام هذه، حتى تشوف السوق شنو يعمل، لان بزاف معاناه المواطن. ملي كيجي كيتشكى لك يقول لك كل شيء غالي، حتى الدجاج عاود كنا كنتغلبوا عليه، كنا احنا كنتغلبوا عليه كناخذوه، دابا حتى هو زاد. كما كيعرف الجميع كلشي زاد، كلشي كاين الزياده في الخضروات، كاين الزياده في مسائل الفواكه، كاين الزياده في الاسماك، اللحوم الحمراء. ولكن من وصلت دابا الدجاج زاد 30 درهم، ثمن خيالي بالنسبه لاسواق المغرب كامل طلع الثمن ديالها. بالنسبه للاسباب، كاين الناس عم يبقاو يتسالوا علاش الدجاج غالي، علاش الدجاج غالي. انا كنقول لهم واحد الحاجه اللي عارفينها حنا كبائع الدجاج، ان كاين الدجاج القاطع كاين قلال بزاف، لان الدجاج ضاع بعض المناطق ديال المغرب، لان بالنسبه للحراره عامل الحراره اثرت بزاف، والمربي الاكثريه منهم عاود ما كيقدروش دابا يربيو، كيخافوا عندهم تخوفات. وهذه الاسباب هذه كتجعل ان الدجاج دابا ما كاينش قليل بزاف. وبالنسبه للموزع اللي كيوزع علي انا الدجاج، كنت اتصلت به في الصباح قال لي راه مشيت ثلاثه ديال الاماكن بحثت على الدجاج ما جبرش، يعني مشى الكوري الاول والثاني الثالث عاد جبر فيه الدجاج. ايوا هذا الشيء هذا خصهم المسؤولين يردوا له البال ويتحركوا، لان هذا الشيء هذا راه بزاف، وصلت واحد المدى ما بقاش كاين الناس كيستطيعوا انهم يتغلبوا عليه. كنطلبوا من الله ان الرساله ديالنا توصل.